is the future. السلام عليكم خوتي وخواتاتي مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ دوكا من وطلع راح تبدل العقليه باسكو رانا دخلنا في سيزون 2 رائد فلوغ سيزون 2 يتبدلوا بزاف امور تبدل الجينيريك تبدلوا المواضيع ماشي تبدلوا المواضيع يبقاو توجو في الكونسيبت تاع الهجره والمهاجرين وحياه الهجره ولكن رايحين نديسباتيو الحاله شويه راحين نكبروا بزاف امور وراح تبداو تروماركيو ان شاء الله في لي فيديو الموضوع تاع اليوم ماشي موضوع طويل بزاف ولكن موضوع شويه صغير كما قريتو في العنوان اللي هو خاص يعني كاين اخبار جديده للمهاجرين يعني الجاليه الجزائريه اللي في الخارج الدولة الجزائرية قامت بواحد بدلت شوية واحد القوانين وأنا شفتهم بيرسونالمون شفتهم حاجة مليحة بزاف للجالية الجزائرية راح نعطيكم يعني نعطيكم باختصار الحاجة الأولى الباسبور تاع الدراري الصغار اللي كان يخلص هذه خاوتي خاصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الباسبور اللي كان الدراري الصغار كانوا يخلصوا عليه 60 أورو كيما واحد كبير يخلص 60 أورو تبدلت العقلية ولا يخلص 30 أورو الدراري الصغار تاع 30 أورو برك حاجة مليحة الحاجة الثانية اللي هي ديميناجمون الناس اللي في اوروبا كي حاب يعني يهبط ديفينيتيف مول البلاد كان عنده الحق انه ياخذ معاه القيمه تاع كلش تاع السلعه وطوموبيل قش اكسيتيرا حاجه كيما كي دي باس با 23000 اورو 23000 اورو هاد القيمه هادي زادوا لها ولات 40000 اورو يعني واحد جزائري كيكون ساكن في الخارج ويحب يدير ديميناجمون يعني يدخل ديفينيتيفمون للبلاد عنده الحق انه يهبط معاه القش طونوبيل خزانة تيليفزيون المهم يقدر يهبط مع القيمة كاملة 40000 ألف أورو كاينه تاني دار واحد العفسه تاع شحال دخل معك دراهم وشحال تخرج يعني دراهم اللي ما ديكلاريهمش كانت مع الاول 1000 اورو ما ديكلاريهاش أه نون ديكلاري ستاد تقدر تدخل دخل 1000 اورو عندك ما ديكلاريهاش كاع تابا بزوا ديكلاريها دوكا رجعوها ل 5000 اورو وخلينا 5000 اورو هذه تدخلها ولا بلا ما ديكلاريها وهذيك تاع 7000 اورو هذيك لازم لك تخرج الورقه تاع البونكاب اللي خرجتهم اكسيتيرا اكسيتيرا هادوما يعني ثلاث حوايج الاولين اللي كانوا معلومه يعني ثلاث حوايج اللي قررتهم الدوله الجزائريه لكن الحاجه المفيده خليتها لكم هي الاخيره وش هي الحاجه المفيده يعني شو على بالي باللي كامل ماشي ملح واحد تما ما نحبوهاش حنايا هي الموت حق وحنا ما نحبوش نهضروا على الموت ولكن الموت حق وواقع انه الجزائري كيموت يموت هنا في ما تعطيكم مثال هنا في اوروبا لازم مثلا هنا في ايطاليا لازم تخلص 4000 اورو باش يهبطوا الجثمان تاعو يعني الجثمان تاعو لازم تخلص 4000 اورو حق هذاك تاع الصندوق وطياره ومن هنا وللاسف انتم بالك خوتنا اللي في الجزائر ما على بالهمش ولكن لهنا مغتربين على بالهم باللي مشكل كبير للناس كاين الناس بزاف سوا حراقه خوتنا حراقه سوا الناس اللي قيس قيس سوا اللي معنوش ما عندهمش دراهم ما يقدروش يخلص 4000 اورو وكيما ما يقدرش يشرى كاين اللي دفنوهم هنايا في اوروبا وكاين خوتنا الحراقه اللي ربي يرحمهم ويسع عليهم كامل وتلك كاع مسلمة ربي يرحمهم اللي توفاو كاين اللي تحرقوا على بالي شغل السوجي شويه قيس ولكن هذه لا رياليتي يعني حقيقه كاين ناس اللي ما كاش دي فوا تلقى في الجامع ولا يقول لك او كاين واحد جزائري توفى كاين واحد جزائري توفى لمو دراهم كل واحد واش يحط واحد 10 واحد 50000 واحد 100 اورو كل واحد واش يحط باش يلموا له هذيك 4000 اورو ويبعثوا الجثه تاعو تدفن في الجزائر للاسف الناس ماشي قاعد تقدر تمد وما تقدرش تعاون تاع يعني تعاون خطره زوج مثلا ما تقدرش تعاون شغل طول طون للاسف ناس بزاف كيما قلت لكم خاوتي اللي ندفنوا هنايا وكاين اللي ما ما يعني مشكل كبير ما ندخلوش في الديتاي ولكن مشكل كبير هذا اللي خاوتنا المغتربين بزاف يخموا فيه الحاجه المليحه سي الدوله الجزائريه قررت انهم هي تستكلف بمراسيم يعني بالثمن الدراهم تاع نقل الجثمان كما المغرب دايرتها من بكري الجزائر اخيرا يعني الحمد لله يا ربي الحمد لله اللي شغل تكاكاو فطنوا باللي لازم الدول الجزائريه تكفل بهذا الثمن يعني من وطلع اي جزائري يتوفى في اوروبا الدوله هي اللي حتتكفل بالمرا بالمصروف ب 4000 اورو يعني هي اللي حتخلص عليها 4000 اورو هذيك باش يهبطوا الجثمان تاعو ويتدفنوا في البلاد يعني يقولوا قولوا الحمد لله يا ربي اونفا هذا خبر بزاف هو خبر صح انه الناس تخاف تهضر على الموت ولا ما تحبش تهضر على الموت ولكن الحقيقه توقع يعني هذه هي الصح لان الناس بزاف يخاف يقول لك انا تقصر مع الجنس واحد حراك يقول لك انا كي نموت لو كان نموت هنايا ما يدفنونيش مي با في بلادي ما كاش مي با تجي تطلع على قبري ولا بابا تجي ولا خاوتي ولا يعني عندهم واحد الحرقه دائما الخاوتنا ماشي غير الخاوتنا كامل حنايا عندنا الحرقه هذه والخوف من هذيك لا سيتياسيون تاع لا قدر الله انت تموت وتدفن في بلاد بلاد ماشي مسلمه واعره وعلى, وعلى بزاف وعلى بزاف على كل حال نقول الحمد لله الفيديو هذا ما راحش نطول فيه خوتي عطيتكم برك المعلومات اللي صرا اللي نداروا وبدات لابليكاسيون تاعها من 1 جونفي يعني عندها السمانه من اللي بدات لابليكاسيون تاعها بدات اوفيسيالمون هكا نتلاقى نغلقوا الفيديو تاع اليوم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مواضيع جديده راح نخلطوها بالمواضيع تاع الهجره المواجهه راح تبدل كاع العقليه نتلاقاو في فيديو جديد تشاو This is the future.